صباح الخير عليكم. اليوم جيتكم من المطبخ تاعي، جبت لكم خبز تاع سميد. راح تقولوا لي سميد ما كاش وكلش، دائما عندنا دائما شويه مدخنين. قبل ما نبداو الوصفه راح نقول لكم سهل المهمه للطاقم الطبي اللي راهو ساهر علينا وراهو يخدم من اجلنا وراهو مساكن ما يشوفوا ولادهم ما يدخلوا لديارهم. ما نقول لكم اقعدوا في دياركم، الله يرضى عليكم، اقعدوا في دياركم باش نغاولوا نشوفوا العائلات تاعنا اللي رانا اشتقنا لهم. انا نقول لكم اشتقت لامي نشوفها، اشتقت لاولادي نشوفهم، راني في حرقه، راني في حرقه كبيره. مالا من فضلكم اقعدوا التزموا في بيوتكم باش تروح لنا هذا الهم. اتفضلوا معنا للمطبخ راح تشوفوا الوصفه. فيها 250 غرام سميد مويان، 250 غرام سميد رطب، فيها نص كاس، نص هكذا تاع زيت مغرف عسل، حبه بيض، الملح، شويه ياغورت ناتوريل، ولا ما كاش عندك معليش، حليب تاع البودره، لا ليفور تاع الخبز مغرفه، وشويه فرينه، وهذا الحبوب درت زريعه الكتان، الجلجلان، والسانوج، حمصتهم وخلطتهم، والماء دافي. راح ندير الخميره، راح نربيها كما يقولوا ناس زمان. نحكم مغرفه لا ليفور تاع الخبز ومغرفه تاع الفرينه. انا نحب نخدم بالعسل، ندير شويه عسل، بسم الله، والماء دافي. نغطيوها ونخلوها تتفاعل. نحطو سميد المويان، بسم الله، ونحطو الرطب، نزيدو الملح، حبوب، نزيدو الحبوب. نزيدو الحليب مجفف جوج ملاعق ونص. نزيدو الزيت، بسم الله، نبسوه مليح. نحطو الخميرة تاعنا اللي تفاعلت. هنا راني خلطت الياغورت تاعي، البياض البيض، وشويه ماء، ما دافي، نحطوهم نفرغو كامل هنا ونخلطو، بسم الله. نبداو نزيدو الماء بشويه. هاوليك العجين تاعنا، دوكا واش نديرولو؟ نخلوه يرتاح 10 دقايق ونولو نعجنوه، نغطوه باش ما يديرلناش لاكروت ونخلوه. ودوكا من بعد 10 دقايق خلينا لاباط تاعنا تريح، دوكا نعجنوها. بسم الله، نحوها من النار، رايحين نعجنوها، بسم الله. خبز الدار يتعجن هكذا بالكفه هنا، بسم الله. بعد ما عجننا نبداو نزيدو الماء بشويه، بسم الله. نبداو نزيدو الماء ونعجنو حتى ترطرب لنا وفي غير مزور وتولي لاباط بيضاء. هاذي كي ما نزيدو الماء تاعنا ونديكم، نحطوها شويه، هاي بياضت لنا، جينا شويه تلتصق. هاوليك نحطو البول تاعنا، نديرولو شويه زيت، نردو لاباط تاعنا، نحطوها تختمر،
هذيك نغطيوها هاوليك نغطيوها ونديروا لها دابا نشوفوا الخبز تاعنا هاوليك الخبز تاعنا هاو خمر العجينة تاعنا هاديك حطوا شويه ونشكلوا الخبز تاعنا نقدروا نديروا خبزه كبيره مي انا نديرهم زوج صغار هاو شوفوا فيه الفقاعات نقسموه ونشكلوا الخبز تاعنا قبل ما نخبزوا الخبز تاعنا نخلوه يرتاح باش نقدروا نشكلوه نخلو 5 دقائق ندهن يدي شويه بالزيت باش ما يسقوليش نحيد الخبزه هذه ونشكل الخبزه تاعنا بسم الله ونحطوها في السميوه تاعنا ونخلوها زيت تختمر ونشعلو الفوخ تاعنا 200 درجة ونخلوها ودوكا نخليوها زيت تختمر راح تقولوا لي درنا وقت طويل بزاف هذا درته لكم باش نتوما تلتهاو في المطبخ تاعكم ما تقعدوش تخمو غير على المرض ولا راح يجيكم خبز ما شاء الله بعد خليناه يختمر شوية راح نديرو له البيض الصفار البيض اللي خليناه من قبيل درنا له شويه زيت وشويه قهوه وقريصه ملح وكي ديروا البيض ديروا غير بالعقل باش ما تثقبوش الخبز تاعكم يحبط له الخمار تاعو ونديروا كما كانوا بكريم مالينا الله يذكرهم على خير نديرو شويه الحبوب اللي قعدوا لنا هادو حبوب فيهم منفعه كبيره ودوكا نحطوها في الفوق ان شاء الله ها هو الخبز تاعنا وجد بعد ما نحيناه نقلبوه هكذا نخلوه يخرج منه لافابور باش ما يجيناش معجن من الداخل وكي يبرد راح تشوفوه مقسوم ان شاء الله بعد ما بردنا الخبز لازم يبرد مليح باش نقسموه وما يجيناش معجن بسم الله ها هو الخبز تاعنا ها هو الخبز تاعنا هاوليك راهو بيان الفيولي هذا تاكلوه في العشاء الصباح فطور الصباح ان شاء الله كنا خفاف عليكم ويا رب يا رب يرفع علينا هذا الوباء وانتظرونا دائما راح نجيب لكم وصفات جديده باش تلتهاو معنا في المطبخ مع طاطا حبيبه بقاو على خير